2012 تنتكلفوا بالأطفال اللي عندهم ثلث صبغي. عندنا جوج ديال المراكز، واحد في سلا واحد في الرباط. كل مركز يمكن له يتكلف بتقريبا 45 ديال الأطفال. عندنا طاقم اللي تيتكلف بهاد الدراري، اللي تيعلموهم كيفاش يقراو، كيفاش يتصرفوا في المجتمع. تيكون عندنا واحد تبرعات من عند شركات ومن عند بعض الأشخاص اللي تعاونونا في هاد العمل ديالنا. المراد ديال هاد الجمعية هو أن نساعدوا بالأخص العائلات اللي عندهم هاد الأطفال، اللي تنعطيهم فرصة وأمل بأن الدراري ديالهم مثل الأطفال الآخرين، تهما يمكن لهم يتعلموا يقراوا، يمكن لهم يلعبوا مع الدراري، تهما يمكن لهم حيت يكبروا يكون عندهم واحد العمل. نحن بالنسبة لنا فرصة اللي تتمنح باش نبدلوا هذا المجهود ونعطيه من عندنا باش نعاونوا هاد الأطفال بالأخص. هاد الأطفال كيكونوا في أقسام لتا مدروس، هي المهم عندنا، ولكن بجانب هاد الشيء كيكونوا ورشات ديال التكوين المهني، ورشات ديال الرياضة والأنشطة اللي تبعها. كي يمشيوا بعض المرات كيديروا خرجات للمركز محمد السادس باش يديروا مثلا أنشطة الرياضة مثل السباحة أو كرة السلة. كي نديروا لهم كنديروا بجانب هادشي تكوين حتى الأطر باش كل عام كنتحسنوا باش نكونوا في المستوى اللي بغينا نوصلوا فيه هاد الأطفال. هاد الأطفال واحد فئة منهم، ماشي كلهم 10%، كي يندمجوا في الأقسام العادية، التمدرس العادي، يعني في المدرسة العادية كتكون معهم مساعدة. المشاكل اللي تنوجدوه هي هذا المساعد ما كانش عنده شي تكوين، دونك خصنا نعلموهم كيفاش، وخصنا نقدو لأنهم أطر، خصهم يتقاضوا أجر. دونك هاد المساعدين كنبحثوا عليهم، كنقلبوا عليهم باش يدخلوا ويواكبوا مع التلاميذ اللي في التمدرس العادي، يعني في الأقسام ديال المدارس العادية. بجانب هاد الأطفال اللي كيندمجوا في الدراسة، عندنا أطفال وحدين أخرين اللي كيديروا التكوين المهني، واللي كيمشيو يديروا تكوين مثلا في فنادق ولا في مثلا سوبر مارشي ولا في مطاعم باش نوجدوهم العمل وباش يكونوا مستقلين ذاتيا. من بينهم عندنا طفلة اللي كانت عندنا دابا عندها سميتها بشرى، عندها 20 عام ولات مساعدة. هي دخلت عندنا كطفلة وتبارك الله كان عندها المستوى، هي دابا كتخدم عند في المركز ملائكة كمساعدة. جينا اليوم أنا والزميلة ديالي باش نساندو جمعية ملائكة في المقر ديالهم في مدينة الرباط في إطار المشاركة ديالنا في مسابقة صحراوية. كما كتعرفوا صحراوية هي تظاهرة رياضية عالمية نسوية بامتياز، كيجيو نساء من العالم كله من أجل مساندة قضايا وجمعيات. هاد التظاهرة كتكون من 3 إلى 10 فبراير في مدينة الداخلة، وغنشاركوا فيها إن شاء الله من أجل مساندة جمعية ملائكة. هذه الجمعية كتقوم بواحد العمل مهم وكبير من أجل الإدماج المدرسي ديال الأطفال اللي عندهم مرض تثلث صبغي 21. كتقوم بعمل كبير من أجل التمدرس ديالهم كافة الأطفال، كتقوم بدروس في ترويض الحركي اللغوي، كدير لهم أنشطة في الفن المسرح، يعني جميع المجهودات باش هاد الأطفال
يندمجوا في الإطار المدرسي، وكذلك كتهيئهم لسوق الشغل إن شاء الله، وكتساندهم كترافقهم حتى كتحاول دمجهم في سوق الشغل. إذا حنا بهذه المشاركة ديالنا في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة غادي نقوموا بالمجهود ديالنا كامل باش نحاولوا بيان سور نفوزوا، باش نجيبوا دي فون لهذه الجمعية باش نقدروا نساندوهم في العمل ديالهم، ولكن عندنا هدف آخر هو أننا نوصلوا الصوت ديالهم لكافة الناس باش يعرفوا هذا العمل المهم اللي كيقوموا به.